السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم فيديو خاص على المشتل او المنبت اللي كنمشي ليه بزاف بزاف ديال الاسئله وبزاف ديال التعاليق كيجيوني كيسولوني يعني فين جا هذا المشتل بالضبط. فاليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريق باش تشوفوه فين جا اللي كاين في دار بوعزه. المهم هنايا راه كازا هذه في لاكوت، هنايا غادي المهم كاين هاد الطريق، حنا بغينا نشدو هنايا طريق البحر باش نبقاو غاديين وكان يعني نبدلو الجو هنايا. وكاين الطريق الاخرى هذيك اصحاب كازا كلشي عارفين الطريق الاخرى اللي كدي لدار بوعزه وكدي لسيد رحال. المهم هي هذيك عين دياب، هنايا هذا مروك هومول. بغيتو تمشيو مع ديك الطريق حتى هي كدي. المهم حنا درنا من هنايا، دابا غادي نخرجوا في الطريق الرئيسيه اللي كدي الطريق سيد رحال ودار بوعزه. حنا غندورو دابا على اليمن، صافي هنايا راه ما درنا على اليمن وشدينا الطريق نيشان. دابا غاديين دابا هي الطريق الرئيسيه اللي كدي لطماريس دار بوعزه سيد رحال، هي هذه الطريق. صافي كنبقاو غاديين حتى كنوصلوا لهذوك اللي عرفتو هذوك صحاب القصب اللي كيصايبوا داك بحال هو هادو هنايا كيصايبوا القصب، كيصايبوا الكراسه، كيصايبوا الطبالي وداكشي الديكورات زوينين بالقصب، كنفوتوهم. المهم هنا بقات هذه على اليسر هنايا هاد المنبته، كنفوتوهم شويه كنلقاوها كتبقى هنايا على اليسر. ولكن دابا غادي نمشيو نديرو هي هادي، غادي نمشيو دابا غادي نديرو رون بوين وغادي نديرو دوميتور ونرجعو. بالنسبه لكما كتشوفوا دابا هنايا راه في العشيه، نمشي حتى العشيه هي راه كتسد مع 6:30، يعني اللي بغى يمشي يمشي شويه بكري باش الوقت بالزربه كيدوز فيها، حيت فداك الشيء زوين وكبيره يعني خاصها الوقت. تمشيو لها شويه بكري باش يلاه تشوفوها على خاطركم. صافي هي هذه، دابا غادي ندخلوا هنايا وغادي نوقفوا وغادي ندخلوا ان شاء الله نديروا واحد دويره خفيفه فيها نتقدم منها شي حاجه. المهم الفيديو الجاي ان شاء الله غادي تشوفوا معايا شنو خديت، شي حاجه نوريها لكم النباتات وهذا. كاينين حتى الطيور وكاينين حتى الاسماك. المهم زوينه بزاف وفيها يعني ما يتشاف، ومره مره كيديروا السولت في النباتات وفي المحيبقات. هنا هي بلاصه ديال دوك الحجر ديال التزيين. المهم اي حاجه خاصه بالجارديناج كتلقاوها هنايا، وهذا كما كتشوفوا نوع ديال الصبار كيدير 99 درهم، فيه الالوان بحال هكا الوان زوينه. وهذا عصا موسى او بامبو، كاين هذا شويه صغير وكاين واحد اخر اللي كبر منه هذا. وهذا النبات الجميل اللي هو نبات الكروتون، وهذا نبات الانتريوم ايضا نبات جميل جدا. المهم في هذا المكان فيه كل شيء كما قلت لكم، جميع النباتات كتلقاوها، المحابق كما كتشوفوا الاشكال والانواع كل شيء زوين، الديكورات كاين حتى الحيوانات، جميع الحيوانات تقريبا الحيوانات الأليفة كاينة هنايا. Thank you.
نشري شوشو كامل لبساس داخلية لبساس كسري الظل دابا غادي نخرجو نشوفو لبساس الخارجية. حتى هنا كاين أشكال لي هي زوينة بزاف، ومن طبيعة الحال ماشي هاد النباتات اللي كاين، راه كاين هاد البلاصة كاملة كبيرة كلها فيها ورود وفيها بزاف أشجار وفيها كل شيء. النباتات اللي تحتاج إلى شمس كلها كاينة هنايا، أنا ما صورتهاش كاملة. وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.